يسعد مساكم وأوقاتكم مستمعين الأقوى راديو أورينت وتي تايم شو. مساء الخير. مساء الخير مستمعينا، يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة اليوم من تي تايم شو. إن شاء الله بتكونوا على الموعد. يا ويلي ويا بي شو اللي عم يجرى ويصير في الدراما العربية. يا ويلي ويا بي بالدراما العربية فيش دراما بتهدف فيش تدليس وتهليس وغش نفس من القهر يا عالم أكسر وطبش للدش. يا ويلي ويا بي بالدراما العربية ما فيش عمل إنساني بيحاكي الناس اللي بتعاني صارت دراما تكون بس حب وكذب وخيانة. دائما فيكن تسمعوا راديو أورينت الأقوى على تردداتنا على 94.6 بإدلب وحما وحمص و 95.8 في حلب وريفة، على 102 في الرقة وريفة، وعلى 94.2 في اللاذقية، بدرعا وغالبية ريفة 99.2، وفي مدينة الريحانية التركية وأنطاكيا 95.8. للتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك أورينت راديو، ولا تسمعونا أكيد عبر موقعنا الإلكتروني orient-radio.net، ولا تتواصلوا أكثر عبر الواتساب والفايبر على 0092778439983. تركي ونتهكم بهالزمن للأسف صار التركي من العربي أرحم. يا ويلي ويا بي بالدراما العربي هو أكبر ما تلتيله تطلع بيخلي عقلك يصدع هدفه يخلي أي أنثى لا صاحب الثروي تركع. يا ويلي ويا بي وتشلو شو هالمسلسل هدفه الخياني لتقبل من قصة تيمور وآدم مهند التركي بيخجل. شو هالمبدأ ما في منطق ضد القيم وضد الدين. يا ويلو يا بي خربتوا عقل الأجيال وخربطتوا كل الأحوال وشجعتوا بدرامتكم على الفوسق والانحلال. يا ويلو يا بي دمرتوا جيل بحاله وحطيت العقد قباله الأب بعصر التلفزيون صار يخاف على عياله. هالسنة وبشهر رمضان المبارك كترت المسلسلات وصارت كل الفضائيات عم تركز على بث المسلسلات بوقت غاب وتغيب فيه البرنامج الحواري. ما يقارب 27 مسلسل درامي سوري يبث بشهر رمضان الكريم، وللأسف هاي المسلسلات مو كلها بتعكس الواقع المعاش. عم نتابع وعم نشوف، عم نحكم عقلنا بالنقد، مسلسلات وصلت لثمان أجزاء، مسلسلات هدفها بث الرسائل المخفية، ومسلسلات ما بتتوافق أخلاقيا واجتماعيا مع حالتنا وحياتنا كسوريين. واليوم بي تي تايم شو رح نحكي بموضوع الدراما السورية برمضان، دراما النظام بال 2015. رح نسأل ضيوفنا السؤال المهم، هل فعلا الدراما بتعكس الواقع المعاش؟ خليكم معنا بحلقة اليوم من تي تايم وشاركونا بآرائكم على 0092 7784 3993. ونحن ما عم نروج لدراما النظام أبدا، بس نحن عم نحكي وننتقد هاي الدراما، هل هي بتمثل الواقع السوري ولا لا؟ رامز جاب الفلاني للكل فيهم مخدوعين وتابعنا عشاش الفن كفروشة موسى بدي. يا ويلو يا بيم بالدراما العربي برنامج خواط الزبط ب11 موسم تورط والحال العربي بترجع لصف الشوكري محبط. يا ويلو يا بيم أحمد شوكري يشكير الله يكون بعونك يا كبير 11 موسم خواطر لسه ما شفنا التغيير. يا ويلو يا بيم يا شوكري تنصحناش النصيحة
حملك بلهاش لو فعلا في امل من لا ما وصلتش للجزء 11 يا ويلي ويا بي بدنا لدراما تخدمنا او تصحح لا مجتمعنا ما تروج عادات الغرب وتسعى لا تقدمنا يا ويلي ويا بي بالدراما العربيه بدنا دراما تحاكي الواقع تنقل كل هموم الشارع توحد الام العربيه من اجل الحق اللي ضايع يعني للأسف بيتوالى الهبوط المفرط للدراما السورية واللي ما زال جمهور الفن السوري بيشهد سقوطها المتتالي لمقولات الفن كحرفة عفوا وخطاب أخلاقي على حد سواء. هالسنة المسلسلات السورية كانت كتيرة ومن خلال متابعتنا منلاقي أنه كل مسلسل عنده رسالة معينة عم بيوصلها أو حتى رأي معين ومنلاحظ بأنه بعض المسلسلات كمان كانت فارغة ما إلى هدف مثل ما منقول يعني بالعامية بلا طعمة. فعلا حسني هالسنة وبالذات مع كثرة الأعمال الرمضانية بشكل عام وبشكل خاص للعمل الدرامي السوري كان العمل الدرامي السوري جزء هام لكن للأسف هالسنة في بعض الأعمال اللي ما بتنحضر أبدا ولا بنقدر حتى نحضرها بين نطاق العائلة ولا حتى نحضرها ونحن لحالنا. هالشي أدى إلى زوبعة من الغضب العام يلي صاب الشعب السوري واللي بيشوفوا بأنه فعلا هالمسلسلات ما بتعكس صورة الشعب السوري إنما هي بتشوه صورة السوري وين ما كان. هلأ أنا بشكل عام بدي أقول أنه المسلسلات السورية لهي السنة هنن كتار منهم عناية مشددة دمسكو امرأة من رماد حارة المشرقة دنيا جزء الثاني العراب الخطايا سفينة نور غدا نلتقي في ظروف غامضة بانتظار الياسمين صرخة روح جزء الثالث من مسلسل ما وراء الوجوه حرائر حارة الأصيل بنت الشهبندر الجزء السابع من مسلسل طوق البنات مسلسل صدر الباز باب الحارة كتير من المسلسلات أنا لسه ما عم بقيم أنه هذا بيمثل الواقع السوري أو هذا ما بيمثل الواقع السوري كتير من المسلسلات يعني فعلا هاي المسلسلات فعلا هي المسلسلات اللي عم نتابعها حاليا بشهر رمضان المبارك عن بتمثل الدراما السورية وهي فعلا يعني بتاخد اسم الدراما السورية لأنه الممثلين سوريين وأيضا هي بتحكي عن الواقع السوري اللي نحن يمكن عم نشوفه شوي بعيد عن الواقع المعاش حاليا. يمكن نحن كنا متوقعين المسلسلات هالسنة تكون مركزة أكتر على ألمنا كسوريين تكون مسلسلات داعمة للثورة عم بتساعد فعلا نوصل إلى ثورتنا. طبعا نحن ما عم نجرح وما عم نعمل أي ترويج لمسلسلات النظام أبدا، نحن اليوم عم نحكي بمنطلق نقدي للي عم نشوفه عبر الشاشات التلفزيون واللي عم ينتسب إلى الشعب السوري. يعني نحكي عن صرخة روح الجزء الثالث وثلاث أجزاء من صرخة روح بثلاث سنوات متتالية، كل جزء يعني عم بيشوه صورة الشعب السوري بشكل أكتر من الجزء يلي كان قبله. الجزء الثالث هالسنة من صرخة روح كان مبالغ فيه بالمناظر الإيحائية والقضايا الاجتماعية اللي صعب إنها تصير حاليا بظروف الحرب. يعني حتى بظروف الحرب صعب تلاقي شبكات الدعارة وشعب صعب تلاقي الاغتصاب. فهي الصورة اللي عم بيحاول يبثها المسلسل والدراما السورية اللي عم بتحاول تبثها سواء مين بغض النظر عن مين مكان ممولها أو مين مكان اللي عم بيحركها صورة سيئة ما بتعكس أبدا ثقافة الشعب السوري. بدل ما نعمل إسقاطات ونلقي الضوء على الأشخاص اللي عم بينجحوا وعم يعملوا نجاحات كتير كبيرة بالرغم من المعاناة، نحن عم نعمل إسقاطات على قضايا غير أخلاقية غير موجودة بالمجتمع السوري، وحتى لو كانت موجودة هي قضايا خفية وبنسب قليلة. يعني هلأ أنا فيني أقول أنه في شيء اسمه دراما نظام وفي شيء اسمه دراما ثورة. تمام. يعني دراما النظام بكل الوقت المسلسلات السورية اللي عم تطلع بكل الوقت هو عم بيحاول ينظف صورة هاي النظام، عم بيورجي دائما بكل الرسائل المعنية أو غير المعنية يلي عم بيدخلها بأنه تبين للمشاهدين بأنه النظام منيح، النظام ظريف، النظام ما في مشكلة، النظام مو هو، في ناس مندسين عم بيشبحوا باسم تمام. النظام تمام. يعني هو عم بيحاول يقلب الواقع ويعمل سيناريوهات جديدة مو مثل يعني ما عم بتمثل الواقع السوري الموجود المعاش. يعني في دراما مثل غدا نلتقي، وجوه وأماكن، العراب أو نادي الشرق للأستاذ حاتم علي، في اثنين عنا العراب. نعم. واحد للأستاذ مسنى الصباح وواحد للأستاذ حاتم علي. نعم. بحكي عن الشق تبع الأستاذ حاتم علي.
يعني في كتير من المسلسلات عم بتحاول تغير من الواقع السوري. نعم. لتقول نعم. انه هيك نحن عنا بسوريا. هو هذا الانتقاد هون الناس برجع وبكرر وبقول انه نحن عم نحكي عم ننتقد دراما النظام ما عم نروج لها، لانه فيها كتير من اشياء ما انا واقعية ما نعم. على الارض. صحيح. وفي امثلة كتير. صحيح، يعني مؤكد حسني بأنه في كتير أمثلة وكتير يعني مسلسلات بتتعدد بدراما النظام، بس يعني في كتير مجموعة كبيرة من الرسائل فعلا مثل ما كنت عم بتقول أنت قبل شوي مبطنة عم تتحاول أنها تنبث إلى الناس. يعني باب الحارة أنا كنت عم بحضر قبل يومين وشفت اللقطة تبعت أنه عم يقولوا أنه ما تتمردوا على الحاكم، كونوا أنتوا تحت غطاء الحاكم، زي كأنك عم بتقول أنه عم بتوصل للناس رسالة أنه ما فيكم تلغوا وجود بشار الأسد. طبعا مؤكد بأنه هي رسائل محسوبة، رسائل موجهة، رسائل إلها هدف معين أنها توصل إلى الأشخاص، لكن نحن بعد 4 سنين من الثورة وبعد ما تأكد عنا وتوضح عنا هدفنا المباشر مؤكد ما رح نطلع على هاي الرسائل، لكن هي رسائل تبث وأنا متأكدة أنها تبث لأني أنا من متابعتي شفت لي كم من رسالة بباب الحارة هيك صدموني شوي. طيب خليني بلش نعطي شوية أمثلة. مثلا بنبلش من مسلسل بانتظار الياسمين. في انتظار الياسمين بيمثل في جملة من الفنانين بتدور مواليين بين قوسين، بتدور أحداث المسلسل من مخيمات اللجوء بطريقة ما هي أبدا ما بتقارب الأسباب الحقيقية للجوء أبدا، من خلال مجموعة من الشخصيات الانتهازية وبيعرضوا المشكلات الموجودة داخل المخيمات وبيحولوها كل المشكلات لجهات ضبابية مجهولة، بيبكوا بينوحوا شعارات تحت سقف الوطن، يعني مثل على غرار وكأنهم مواليين قاعدين عم بيقولوا هاي المقولات. يعني هو مزبط صحيح. بالمجمل المسلسل بالمجمل عم بيورجيك إنه في جهات ضبابية مجهولة الهوية. نعم. في نعم. ناس عم تتآمر على هدول اللاجئين، يعني بياخدك لما أماكن أنه أنت ما فيك كأنه واحد موالي لهذا النظام الفاسد عم يحكي كأنه عم بيحط وجهة نظر، بس وجهة نظر، عم يبث وجهة نظر شخص واحد أو شخص موالي للنظام من خلال مسلسل في انتظار الياسمين اللي أبدا ما بيكون مقارب إلى الحقيقة أبدا بموضوع اللجوء. كمان مسلسل شهر زمان، بيتناول مسلسل شهر زمان الأزمة السورية من خلال تسليط الضوء على تجار الحروب والعلاقات الاجتماعية المشبوهة يلي أدت للأزمة طبعا من البداية، مثل ما بسموها هن الأزمة، نحن بنقولها الثورة مؤكد ما بنقولها أزمة، من دون ما يتطرقوا إلى النظام اللي هو المسبب الرئيسي لكل هالخراب يلي أصاب البلد. وبنفس الوقت بهالمسلسل مسلسل شهر زمان هن عم يلمعوا الجهات الأمنية. يعني مسلسل شهر زمان اللي بيتابعه بيعرف بأنه هي وجهة نظر النظام تمام. عم تنبث إلى الناس وعم تفهم الناس بأنه النظام ما له دخل أبدا بهالأزمة مثل ما بيطلق عليها هو. طبعا نحن بنقولها ثورة لأنها هي مؤكد ثورة ورح تضلها شريفة. هو من البداية بلش يقول عن هي الثورة أزمة، يعني هو من البداية عامل سيناريو قوله لحاله انه هو على صح وهذا الشعب على غلط. هلأ نحن ماشيين وعم نحكي عن المسلسلان بفاجئك، مسلسل صرخة روح يعني النمط اللي فيه عن العلاقات الاجتماعية يعني، وهو عم بيتصور بدمشق محاوره الأساسية كأنه ما في شيء بسوريا غير الخيانات الزوجية والسعي وراء الشهرة. طيب وين الهم صحيح. السوري؟ شو هو الهم السوري؟ شو المشاكل السورية اللي عم بتصير؟ هي مو خيانات زوجية، مو سعي وراء الشهرة، في كتير أمور لازم يتسلط عليها الضوء، بس هو وجهة نظر النظام بده بس هدول النقاط يظهرها ويحطها تحت السبوت. يعني مسلسل عفوا تعليق صغير هنا حسني، ويعني للأسف بأسفني إني أحكي هالتعليق، إذا إحنا كسوريين بنشوف أنفسنا وبنشوف مجتمعنا بأنه فيه هاي المظاهر، فما شو بدنا نخلي للغريب ليحكي عنا؟ إذا نحن كمخرج سوري أنت عم تعطي نظرة كتير خطأ عن مجتمعك بأنه هو مجتمع تجارة ومجتمع دعارة ومجتمع أعمال مشبوهة، فشو خليت للغريب يحكي عن مجتمعك؟ بعدين الناس مو فاضية لأنها تخون، والناس مو فاضية لأنه يكون في هاي الأشياء، الناس فاضية للحرب، في ناس ماتوا أبنائها وراح عندهم شهداء، أكيد ما راح تفضل موضوع الخيانة. يعني هذا دائما أبدا وجهة نظر النظام بهذا الشعب، دائما هو بيلوم الشعب وهو اللي على صح، فأكيد بيطلع منه أكتر من هيك. لسه عناية مشددة للأسف بيختصر الثورة السورية ونتائجها لظهور مجموعة عصابات مهمتها الخطف والابتزاز مع شخصيات ضاعت بوصلتها بزمن الأزمة، وكأنه مشكلة المواطن السوري صارت بالثورة السورية مش بالنظام بحد ذاته طوال السنوات من لما بلشت الثورة. يعني
عناية مشددة بيقول بأنه المشكلة مانو النظام، المشكلة الثورة، الثورة هي اللي كانت خطأ، الثورة هي اللي انحادت، اللي انحازت عفوا عن أهدافها. فعناية مشددة بيحب يفهم الناس بأنه النظام على على صح والثورة هي الثورة الخاطئة. طلع يعني تخيل هالمبادئ اللي عم بيمثل يعني هو غير المشاهد الجارحة الخادشة للحياة اللي كانت بمسلسل عناية مشددة، يعني في كتير مشاهد ما بتنشاف يا جماعة الخير. أكيد أكيد، يعني هذا النظام بيجي منه أكتر، يعني هو معروف أنه هو كاتب سيناريوهات، بيكتب سيناريوهات للمصلحة الشخصية تبعه، ما بيهمه أي حدا، ما بيهمه هذا الشعب، ما بتهمه هاي الثورة. يعني إذا بدي أخذك وروح أنا وياكي لمسلسل الدراما التاريخية الشعبية، باب الحارة. يعني باب الحارة بجزءه السابع يعني شيء مخجل بصراحة. بصراحة مسلسل حرائر يلي يعني بعيد كل البعد عن انه الحرائر بزمن الاحتلال العثماني، يعني ما بيصير، عيب هذا اللي عم بيصير، يعني هذا ما نو حقيقي، ما نو صح، ما نو صح. يعني بيحيل بخطابه انه الحرائر هن زمن الاحتلال العثماني ومان حرائر الثورة السورية. يعني يا أساتذة يا محترمين، شو هذا المسلسل؟ شفت يعني بتوقفي انت بتتفرجي انه شو اللي عم تحكوه، شو اللي عم بتقولوه. نعم. مانو صح، مانو صح، مانو هذا الشعب السوري، مانو هذا الهم السوري، وين رايحين انتو بهالمسلسلات؟ يعني شو بتكون؟ تمام، بما انك حكيت عن باب الحارة ما فيني ما علق، حسني كتير ضروري اني اقول بانه حتى باب الحارة يعني ما بعرف الاخبار يعني الافكار صارت مشوهة فيه، انه عم يطلبوا الطلاق، عم يهربوا من البيت، عم النساء عم تتمرد، ما بعرف، يعني في اشي غريب دخل على الدراما السورية بهالس وخربطها كلياتها فؤاني على تحتاني. باب الحارة عم بيستنوا بالجزء 26 انه يرجع يرجع ابو عصام، ما بعرف ماسك ايد مين، ويسلمه يعني مش طبيعي، صار كتير مبالغ فيه، يعني سبع اجزاء وما زال في حديث ايضا عن جزء ثامن رح يكون بباب الحارة، هالشي كتير مبالغ فيه. حتى انه الكوميديا سقطت بفخ الفكاهات الباهتة، اما بادراج النكتة المستهلكة مثل بمسلسل فشة خلق، او ببعض الانتقادات يلي صارت هي انتقادات سخيفة على الشعب السوري مثل انقطاع الكهرباء أو السخرية من المواطن السوري والجيش الحر وكتائب الثوار، بطريقة بتظهر بسلسلة شهيرة طبعا ببعض المسلسلات. يعني مؤكد بأنه ما فيك تقلب هم الناس ومشاكلهم إلى سخرية، ما فيك تاخد موضوع انقطاع الكهرباء عن ناس عم بتعيش بأربع وخمس أشهر ما عندها كهرباء وما عندها مي وتقلبه إلى سخرية وتتهم فيه الثورة بأنه الثورة أدت إلى، لا، خذ الموضوع واحكي فيه بمنطقية بحياد. معلش يا سيدي ما بدك تتبنى موقف، احكي بحياد، لكن طلع من اللي عم بغلط ومن الشخص اللي عم بعمل الشيء الصح. ما تقول بأنه الثورة ما أنا ثورة منيحة وأدت إلى انقطاع الكهرباء وتتمسخر أنت على الكهرباء، لا، قول بأنه النظام هو نظام مضطهد عم بيعيش السوريين من دون كهرباء. لو حكيتها بمصداقية ممكن يكونوا متابعينك أكتر من صح. متابعينك اللي عم بيتابعوك بس لمجرد أنك أنت عم تكذب لينتقدوك. أنا بصراحة عم بتابع حاليا برمضان فقط لأنتقد، بس علشان أنتقد بالنهاية. برافو. ما عم بحضر أبدا علشان أستمتع ولا علشان أشوف، لأنه كل هاي الأشياء بالنسبة إلي ما بتعكس أبدا الواقع. أنا عم بحضر عشان أنتقد، يعني أنا عم بستنى المسلسل على غلطة تنقده لهالمسلسل بأنه هذا المسلسل أبدا ما هو مسلسل يعني بيمثلني. أكيد، يعني هي ببساطة الرسالة رح توصله أنه الثورة مستمرة، الحقيقة أحلى بكتير، نحن لساتنا مكملين، حنقول الحقيقة بس ما رح نكذب مثل ما أنتوا بتكذبوا، رح نقول بس الحقيقة ونحن مكملين والثورة رح تنتصر. أكيد هاي الدراما تبع النظام ما رح تنفعكن أبدا أبدا، وما رح تغيروا وجهة نظرنا. الثورة ثورة وأنتوا نظام بائد.
يعني هاي المسلسلات عملت على تضارب وجهات النظر بين الناس وبلشوا فعلا يتساءلوا هل هالمسلسلات السورية بتعكس فعلا الواقع السوري. فرح أنا سألتك وانت رحت سألتي الناس. تعالوا نسمع أنا وياكم ونشوف المجتمع السوري شو بيقول، هل فعلا هالمسلسلات بتعكس حياتنا؟ اسمعوا هالتقرير. بصراحة بس حبيت باب الحارة، الباقي شطب. معظمها لا، ما عادت مثل الأول تعكس الواقع. بالأول كانت تحكي عن شريحة كبيرة من المجتمع، بس هلأ أبدا ما عادت، صارت كتير يعني اللي بيتمثل الواقع كتير شيء بسيط. هلأ برأيي من بين الأعمال يلي صدرت هاي السنة تقريبا هي 25 عمل سوري، ما كان في ولا عمل غير عمل وحيد يلي هو غدا نلتقي، برأيي هو الأقرب لواقع السوريين اليوم يلي نزحوا يلي تهجروا، يعني عم يعكس واقعهم بطرح محايد، بطرح ذكي، بطرح إنساني عالي جدا، افتقدته كل الأعمال السورية فيما عدا هذا العمل. بقية ما تبقى أكثر عم بركز على الأعمال البيئة الشامية، الهروب للماضي، الهروب لهي البطولات المفقودة بزمننا الحالي. وكمان في مسلسلات عم تصنف تحت الطرح الجريء، لكن هي أنا ما بعتبرها جريئة، بعتبرها أعمال وقحة. بتعكس الواقع، بتعكس جزء من الواقع، بس الفرق أنه عم بيركزوا كتير على هذا الجزء اللي هو الأعمال الغير أخلاقية والأعمال الإجرامية والأعمال المنافية للآداب، يعني عم بيسوقوها. والغريب بالموضوع أنه الدراما النظام هي اللي عم بتسوق الأعمال هي تحديدا، اللي بتفرجي أنه المجتمع السوري مجتمع متفكك ومجتمع يعيش بالرزيلة ويغرق في الرزيلة. فهي هون علامة الاستفهام على موضوع هاي الدراما تحديدا اللي عم نشوفها برعاية النظام. لا طبعا ما بتعكسه، لأنه دراما فاشلة وعم تحكي عن إشي غير بواقعنا، وخبصوا كتير، جابوا شيء يعني مش موجود عند الشعب السوري، أو إذا كان موجود كان مخبى. هن عم بيجيبوا من اليمين بحطوه بالشمال، عم بينوا إنه الشعب السوري شعب شو منحط ما عنده أخلاق. هذا الحكي كلياته بدراما السورية السنة. إن الدراما السورية بهي الأيام ما عاد عكست الواقع، وهي الدراما أنا ما بتعجبني مثل ما كانت قبل. يعني الله يخلصنا على خير ونرجع نحضر دراما مثل ما نحن بنحبها. هاي السنة لا، الدراما السورية ما بتعكس الواقع، بالعكس يعني حسيت أنها شوي بتهول وبتسيء لبعض العادات والتقاليد اللي احنا متعودين عليها، فلا حسيت أنها يعني مثل ما بيحكوا بالشعب شطحت لبعيد. إذا عم نحكي عن الدراما السورية سابقا فكانت بتعكس الواقع وكانت رائعة من أروع الدراما العربية، أما حاليا فهي مسخرة صراحة، ولا لا تعبر عن الواقع أبدا، لأنه في كتير شغلات غير صحيحة موجودة هلأ فيها عم تنعرض. لا ما بتعكس أبدا، هم بس بيستعرضوا مواهبهم، بيستعرضوا اللبس وال كل إشي، يعني استعراض بس ما بتعكس الواقع أبدا. هلا هي أول شغلة ما إلها علاقة نهائيا بالواقع، أغلب أنا عم شوفها محايدة للنظام بشكل كبير. وأهم شيء، أهم شيء بالموضوع دكاترة التجميل أو دكتور التجميل يلي قاعد على بوتكس ونفخ وشفط وسحب بس، ونحن المجتمع السوري أكيد ما لنا هيك. يعني هاي كانت وجهة نظر السوريين يلي مفروض بأنه هالدراما بتكون عم تحكي عنهم، بس للأسف حتى السوريين بيرفضوا هالدراما وبيشوفوا بأنها غير ملائمة لا دينيا ولا أخلاقيا ولا حتى اجتماعيا، وفعلا فيها مجموعة كتير كبيرة من الرسائل اللي عم توصلها واللي هي ممكن تأثر فعلا على مجتمعنا وتؤدي إلى دماره. يعني كتير من المبادئ عم تبسها والمغلوطات اللي عم تبسها هي المسلسلات، وهي فعلا قادرة على التأثير على عقولنا وعلى يعني الرسائل اللي عم توجهها عم توصلنا، سواء كانت لمصلحة جهة معينة أو للفساد، بس هي رسائل مغلوطة. يمكن هلأ صارت الاستراتيجية هي أنه إحنا نجذب المشاهد بالأشياء السلبية، يعني في ناس عم بتتابع بغض النظر عن الرسائل السلبية اللي عم تنبث وتوصل للمتلقي، وهالشي كمان رح يزيد من انحدار الدراما السورية على الشاشة مع السنوات. يعني عم فكر من هلأ بمسلسلات السنة الجالية، أنه إذا هالسنة حسني شفنا خيانة وبيع أعضاء واغتصابات وحتى باب الحارة صاروا يطلبوا الطلاق ويهربوا، فالسنة الجاية شو ممكن يصير بالمسلسلات؟ يعني هاي الأسئلة بناء عليها
أنشأوا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صفحات بتهاجم المسلسلات السورية طبعا على الفيسبوك، وانضم إلى عدد كبير من الفنانين والصحفيين السوريين وحملة اسم معا لمحاربة المسلسلات السورية للنظام المسيئة للسوريين. طبعا منشئين الصفحة كتبوا تعريف بلخص سبب إنشائها، وقالوا بأنه بعض المسلسلات السورية لا تمثل الشعب السوري، فالشعب السوري ليس شعب الدعارة والمخدرات والمشروب والخيانة، وإنه الشعب السوري بالرغم من الحرب والظروف بيبقى أشرف وأطهر من كل هاي المسلسلات، وهذه الفئة إن وجدت ما بتتعدى 10% حتى لو زادت بسبب الحروب، لكن بتبقى الفئة قليلة جدا. كمان اللي أنشأوا هاي الصفحات قالوا إنه مو من حق الممثلين إنه يشوهوا صورة السوريين ونبقى ساكتين، وإنه الشغب السوري والشعب السوري أرقى وأطهر ولن يصمت على هذه المهزلة. أيضا انتقد المتابعون عبر هالصفحة مسلسل صرخة روح يلي بيعتمد على حكاية الخيانة المحرمة والشاذة، وكتبوا المسلسل يلي اسمه صرخة روح واللي عم يظهر المرأة السورية بهالشكل ما بيمثلنا أبدا. وأعربوا أيضا المتابعين عن استياءهم من الأدوار اللي بتلعبها الفنانة السورية مديحة كنيفاتي في صرخة روح ولينا كرم بمسلسل عناية مشددة، وكتبوا على الصفحة ما بدنا نشوفهم على الشاشات بعد هيك. طبعا بضل السؤال مطروح، هل فعلا الدراما السورية عم تعكس الواقع المعاش بسوريا أم لا؟ مؤكد مستمعينا لنحكي أكثر عن المسلسلات السورية برمضان سنة 2015 ومدى اقترابها وملامستها الواقع. بنتواصل مع رئيس تحرير أورينت نت الكاتب محمد منصور. أهلا وسهلا فيك أستاذي، وكل عام وأنت بألف خير وسوريا بألف خير. أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بخير، وإن شاء الله هيك دائما سوريا بخير. كل عام وانت بخير استاذ محمد بحلقة اليوم من تي تايم شو. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. عم نحكي عن الدراما السورية ومدى قربها من الواقع، وهالشي بيخليني اسألك عن الدراما السورية لهي السنة واللي تعدت 20 أو 27 مسلسل، كمجمل هل هي بتمثل الواقع السوري؟ الحقيقة دراما السورية اللي قدمت في السنوات الأربعة من عمر الثورة كانت محاولة للهروب من واقع جديد فرضته الثورة على سوريا. نعم. الشيء المؤسف والشيء الغريب يعني أنه هاي الدراما كانت قبل الثورة تحاول أن تلامس الواقع ضمن السقف الرقابي اللي فرضه النظام. نعم. وكانت تعتبر انه دورها هي يعني محاولة التعبير عن المشكلات المجتمع السوري بجرأة. كون الدراما السورية كانت او الدراما التلفزيونية عفوا هي المنتج الوحيد الثقافي اللي كان مزدهر في هذيك الفترة، بسبب انه قدرت شركات الانتاج او قدروا بعض الفنانين لقوا مصادر تمويل خارجية، ويعني ما استطاعت الدولة انه يعني تحجم هي الصناعة. نعم. وبالوقت نفسه قدموا لها خدمات انه تسويق صورة الانفتاح بسوريا. نعم. الشيء الغريب تماما انه يعني بالوقت اللي صار في ثورة وبدل ما تحكي 5% من الواقع صار فيك تحكي 95%، انقلبت هذه الدراما رأسا على عقب وتحولت إلى شاهد زور وبوك للنظام من أجل يعني تشويه كل شيء يمكن أن تتحدث به هذه المسلسلات. يعني ما بعرف أنا في 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 محاولة انتحار لهذه الدراما. نعم. إنه في حدا بيضيع على حاله لحظة تاريخية بهذا الحجم. نعم. وبيروح بدل ما يستفيد منه، وهو كان ماشي يعني بسياق معين مقبول نسبيا من حيث التعبير النقدي، بيروح بينقلب وبيتحول لشاهد زور. نعم. الحقيقة الدراما السورية بالأربع سنوات الماضية هي منتج فني مخجل جدا مسيء جدا، وهو يعني ينقلب على محاولات دراما السابقة بالتعبير عن الواقع، كما أنه ينقلب على
أحلام وطموحات الشعب السوري. تمام. يعني مؤكد بأنه إحنا هالسنة ملاحظين بالدراما السنة بالذات نوع من التشبيح، نوع من الانحطاط والانحدار بالمستوى. يعني مؤكد بأنه ما تعودنا نحن على الدراما السورية بهي الطريقة. شو تعليقك أستاذي على الموضوع؟ هلا شوفي، الحقيقة أنه يعني ما فينا نحط الدراما السورية تبع اللي واكبت سنوات الثورة ولم تواكب أحداثها وتطلعاتها، ما فينا نحطها بسلة واحدة أو برؤية واحدة. نعم. بمعنى أنه بالسنوات الأولى أو السنة الأولى والثانية كان هناك محاولة للقول بأنه ما في شيء صاير بالبلد. نعم صحيح. نعم. وأنه الحياة ماشية وعم نصور مسلسلات وعم نحكي قصص حب وعم نحكي موضوعات تانية وما صاير شيء بالبلد أبدا. بالسنة الثالثة أو تحديدا بهي السنة أصبح هناك اعتراف بأنه في أزمة بالبلد، لأنه الفنانين وشركات الإنتاج وصلوا لمرحلة مدركين أنه هذا النظام لن يستطيع أن يعيد عقارب الساعة إلى ما قبل آذار 2011، فبالتالي قرروا أن يتعايشوا مع الأزمة كما يسمونها، ولكن من وجهة نظر مطابقة جدا لما يقوله النظام. نعم تمام. هذا الموقف اللي قائم على التزوير والكذب لابد أن يفرز، يعني أن ينتج مفرزاته من الفساد الفني ومن الفساد الفكري. فلذلك أنت الموضوعات اللي عم بتشوفيها اللي فيها انحطاط واللي فيها مخدرات وتجارة أعضاء، مخدرات وتجارة أعضاء ودعارة، يعني للأسف خيانات زوجية. نعم. دعارة. يعني هذا كله هو تماما البيئة الحاضنة لشخص أو لمجموعة تبدع شهادة زور ضد شعب يقتل. نعم. يعني هن عم بيعكسوا بيئتهم. يعني أنت وقت بيكون هذا موقفك من الثورة. نعم. فيجب أن يكون بالتالي المنتج اللي عم بتقدميه هو بمثل هذه التفاهة وبمثل هذا الفساد، سواء لامس الثورة أم لم يلامسها، لأنه في بيئة تعادي الشرف. صح. تعادي قيم الحرية، تعادي الشهيد، تعادي هذا الشعب اللي عم بيقاتل يعني نظام وصفته الخارجية الأمريكية مؤخرا بأنه الإجرام اللي ارتكبه هو الأسوأ منذ الفترة النازية، الأسوأ على الإطلاق. فأنت كيف بدك تبدعي فن يمالئ هذا النظام دون أن تغرقي في هذا الفساد وفي هي الموضوعات الحقيقة اللي بتعبر عن 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 جوهر المكان اللي أنت اخترتي. تمام. طيب استاذي، اذا بدي روح معك بتخصص شوي اكثر، يعني نتخصص اكثر ولا نحكي مثلا مسلسل عنايه مشدده، هذا المسلسل عم بيتناول الاحداث السياسيه اللي عم بتصير بس بطريقه جدا قاسيه، تجاره اعضاء، مخدرات، دعاره، يعني انحدار اخلاقي عالي اللهجه. ليه عم بيهاجموا الشعب؟ يعني هل هو الشعب السوري هيك؟ انت مثل ما تفضلت وقلت قبل شوي انه هاي البيئة الحاضنة لهم، هن الى اليوم بيقولوا انه ثورتنا هي ازمة الى اليوم. طيب هن ليش عم بيشوهوا صورة الدراما السورية؟ ليش عم بيشوهوا صورة السوري بشكل عام؟ شوف، يعني اذا نحن بدنا نقعد نمسك كل فنان ونقول له انت مقتنع انه والله النظام مجرم ولا ما مجرم، وانه هي ثورة ولا ما ثورة، بقرارة اعماقهم بيعرفوا انه هي ثورة وانه هذا النظام مجرم. تمام. ولكن وانا بعرف، يعني انا اذا بدي اقول لك شو كان يحكي دريد بقلحام ولا بسام الملا بجلساتهم الخاصة عن النظام، يعني بيطلع شو اسمه اعضاء الائتلاف قدامهم حمائم. نعم. يعني هن بيعرفوا انه هذا النظام قذر ونظام مخابرات، وبشار الاسد اجا غصب عن رأس الشعب، وحافظ الأسد حكم بالحديد والنار، هذا كله بيعرفوا. ومواليين بنفس الوقت، طبعا كل الموالين بيعرفوا شو طبيعة هذا النظام، وكذابين إذا بيقولوا لك إنه يعني الرئيس لا يعلم وهل هي داعش وما داعش، هنن كل هذا الشيء بيعرفوا. المشكلة الأساسية إنه هنن ما بدهم يدفعوا ثمن.
تمام. يعني هون هنين بيعرفوا شغلة إنه هذا النظام لا يقبل أن يحترم أي شخص يقول الحق. يعني حتى مين أعظم شخصية بسوريا إذا بتجي يعني أكبر أديب بسوريا، يعني هلأ مثلا عندك زكريا تامر. نعم تمام. زكريا تامر من كبار الأدباء العرب. نعم. يعني من إذا بتعدي 10 كتاب قصة بالعالم العربي أو بتاريخ الأدب المعاصر فبيكون بيناتهم زكريا تامر. زكريا تامر وقف مع الثورة، ولكن لو كان بدمشق لن يتوانى النظام عن زجه بالسجون والمعتقلات وإهانته وضربه ويمكن يموت تحت التعذيب. فإذا هدول الفنانين بيعرفوا حقيقة هذا النظام. صحيح. ولكن نعم. الشيء اللي عم بيقدموه هو ناتج عن إنه هن ما بدهم يدفعوا ثمن، وإنه هن الحقيقة ما فيهم أخلاق. لأنه اللي فيه أخلاق واللي فيه انتماء مو لا يعني أنا ما بدي أعد بيع وطنيات على حدا وزايد. أي حدا بيشوف هاي الجرائم اللي عم ترتكب يعني بيعرف إنه هذا الشيء اللي عم بيصير هو شيء لا إنساني، بغض النظر إنه هاي ثورة ولا ما أنا ثورة. إنه في واحد مجرم يستخدم الطائرات والصواريخ والسكود والكيماوي والكلور من شان يدمر بلده. يعني حتى هتلر ما سوا، هتلر ما هو اللي دمر ألمانيا، اللي دمر الحلفاء. نعم يعني فإذا هذا التشويه اللي سألتني عنه إنه ليش عم يسووا صورة هذا الشعب بهي المسلسلات، لأنه هن مستفيدين من بقاء النظام ومن هذا الفساد. يعني أنت لا تنسى إنه هن بشكل من الأشكال تربوا في ظل النظام، منحوا امتيازات في ظل النظام، كانوا فوق القانون بشكل أو بآخر في ظل هذا النظام وفي ظل علاقتهم بالمخابرات. فأنت شو بدك تتوقع؟ يعني من شب على شيء شاب عليه. يعني أنت بتشوف أنه مثلا الصحفي هلأ المعارض هو كان يشتغل بمهنة مضطهدة. تمام. مهنة الصحافة بسوريا مضطهدة، بس هلأ الفنان المعارض ليش الفنانين قلة؟ لأنهم كانوا مدللين بظل النظام. نعم. يعني كان أي حدا يروح بغض النظر أنه يفوتوا لعند رؤساء الأجهزة الأمنية ويعملوا مهرجين ويعدوا ينكتوا ويضحكوا من شان ياخذوا والله امتياز أو كذا، بس بالنهاية هن كان لهم امتيازات. صح. نعم صح. يعني هالشي بخليني فعلا أذكر نجوم سوريا، بسام كوسا، أيمن زيدان، عمايلي، عباس النوري، اللي هني هلأ أبطال صرخة روح، واللي فعلا ما في أي مبرر اللي بيخليهم يشاركوا بمسلسل صرخة روح إلا مثل ما قلت أنت أستاذي إنهم هم لهم مصلحة مباشرة مع النظام وما بدهم سقوط النظام عشان هم بالنهاية ما يدفعوا الثمن. هلأ بدي أنتقل معك إلى مشهد لينا كرامول اللي أثار ضجة كتير كبيرة بين الناس بمسلسل عناية مشددة، وإذا حضرته أستاذ هالمشهد كتب عليه بلس 18 أو زائد 18، يعني يمنع مشاهدته لمن هم أقل من 18 سنة. سؤالي هون أستاذي، هل كان فعلا هالمشهد فيه أي هدف درامي، ولا هو فقط مجرد مشهد خليع ومشهد يعني عم ببث أشياء خاطئة عن الشعب السوري؟ لألك هلأ في شيء أساسي، إنه الحقيقة النظام سابقا، يعني أنا بعرف قبل الثورة، إنه كان يمنع على الفنانين استفزاز المشاعر الاجتماعية والدينية. نعم. يعني في بعض الحلقات سابقا من بعض المسلسلات مست شيء ديني وكذا، فكامل النظام بعد ما تنعرض وكذا يعني تنحل للأمن وشو اسمه ويصير حكي، وإنه يعني إحنا ما بدنا نستفز لهذا. هلأ التوجه هذا اللي شايفتي اللي عم تحكي عنه قبل ما أحكي عن المشهد بعناية مشددة لإظهار إنه المجتمع السوري مجتمع علماني ومجتمع مانو محافظ، والقيم الدينية عنده يعني تأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة، هي محاولة للقول إنه نحن نمثل نظام علماني يقاتل متشددين إسلاميين وظلاميين وداعش ومدري شو، وانه هاي مو ثورة. فنحن فالتوجه اللي صار بالدراما
لكسر الخطوط الاجتماعية اللي كان النظام الحقيقة رقابة النظام تمنع كسرها قبل الثورة لأنه كانت تهدد وضع مستقر وقائم. الآن أصبح النظام يشجع على هذا الشيء أنه روحوا ثوروا اللي بدكم إياها، طلعوا المشاهد اللي بدكم إياها. المطلوب هو تقديم صورة من خلال الدراما التلفزيونية أنه سوريا التي يمثلها النظام أو سوريا الأسد بين قوسين هي سوريا العلمانية، هي سوريا المنفتحة، هي سوريا اللي بتشوف فيها هي المشاهد اللي جاءت 18 على الشاشة اللي لم يكن يسمح بظهورها قبل الثورة. فبالتالي الهدف هو الآن تصوير المجتمع السوري المؤيد للثورة بأنه هو مجتمع ظلامي متشدد داعشي، وتصوير المنتج الثقافي أو الفني الذي ينتجه فنانون موالون للنظام أو حتى لو ما موالين ولكن تصور بدمشق عادة أو بالمناطق اللي تحت سيطرة النظام هو مجتمع علماني منفتح تعددي، وبالتالي إذا أنتوا بدكم تدعموا الثورة فالثورة هي ثورة ظلاميين متشددين بدهم يقتلوا الأقليات. نعم. فهذا الفساد هو موظف أيديولوجيا وسياسيا لتشويه الثورة. نعم. هلأ المشكلة اللي عم يواجهها الفنانين إنه المشاهد لا يقرأ هذه الخلفيات، يعني أنت عم تبعث رسائل للخارج، المشاهد ما بيهمه هذا الشيء. المشاهد بهمه أنه قاعد ببيته مع أسرته، سواء حتى الموالين يعني أو اللي في حكم الموالين يعني بالإكراه يعني بسبب وجودهم في مناطق النظام. صحيح. يعني هذا المشاهد يعرف أنه هو قاعد بشهر في إلى طقوس دينية يعني في إلى احترام وجلال وقدسية، وقاعد ببيته مع أسرته فبطلع له هاي المشاهد المؤذية. نعم. الحقيقة فبالتالي تثير هذا الاعتراض اللي تحدثت عنه على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. يعني الحقيقة أنا شفت أجزاء من المسلسل اللي حكيت عنه. نعم. في محاولة تعري يعني ما له مبرر درامي، لأنه بالدراما وخصوصي الدراما التلفزيونية ليس في سوريا، بكل أنحاء العالم. نعم. الدراما التلفزيونية إلى قواعد إنه المبررات يعني في أهداف الأمور المحرمة أو الأمور التي تخدش حياة الاجتماع العام، يعني يتم تمريرها بإيحاء بإيماءة بتعبير فني، مو انك تتصور بهي الطريقة. نعم. يعني نعم. انت ما عم تصور فيلم وثائقي بدك تأرشي الدمار مثل ما هو على اصوله، وبهذا هي الدراما الهدف منها ليس عرض الفعل الذي يخدش الحياة، الهدف منها هو تقديم رؤية اجتماعية لتحليل السلوك الذي يقود لهذا الفعل، وليس تصوير الفعل بحد ذاته. تصوير الفعل بحد ذاته هو فعل بورنو، هو يعني شيء يتم بأفلام البورنو اللي ما فيها لا تحليل ولا شيء، فيها تصوير هاي الأفعال والإيحاءات. بالدراما الاجتماعية أو بالدراما التلفزيونية بكل أنحاء العالم، يعني أنا ما بفهم إنه شو هي الدراما السورية اللي هلأ بعصر يعني بظل سوريا الأسد اللي تجاوز جرأة الدراما الأمريكية بمشاهدها وإيحاءاتها يعني. نعم. مع أنه يعني نحن كنا فعلا كان في رقابة، كان في سقف إلى الرقابة، ما في مجال أنك تتعداها. يمكن أنا حسيت أنه رفعت الرقابة بمقابل أن تكونوا موليين للنظام، يعني فيكم تصوروا اللي بدكم إياه بس كونوا موليين. هي فضل مو بس هي مو قصة أنه اللي بدكم إياه، يعني يعني لقلك الفنانين ما عندهم مشكلة أنه والله نحن يعني أرجو لأنه ما ينفهم من كلامي أنه الفنانين حابين يقدموا هذا المستوى. نعم. من الإيحاءات الجنسية والقصص والكذا. طب شو اللي بيجبرهم أنه هن كانوا حابينها؟ لا مو هن حابينها، على كلين هي القصة أنه النظام يشجعهم على هذا من شان يقدموا صورة مجتمع
العلماني المنفتح في مواجهة مجتمع الثورة الظلامي المتشدد الداعشي. فالأمر موظف. الشيء الثاني فبالتالي يعني الفنانين ما كانوا عم يطالبوا. الحقيقة أنا يعني معاصر الوسط الفني قبل الثورة لم تكن على الإطلاق من المطالبات اللي اللي تمس اللي بمواجهة الرقابة لم تكن على الإطلاق أي مطالبة تمس الشيء اللي له علاقة ب يعني المشاهد اللي توصف بأنه ساخنة. ولا مرة حكى أنه الرقابة تشدد علينا. الحقيقة الفنانين السوريين بطبيعتهم يعني بغض النظر هن أولاد هذا المجتمع. يعني أنت بتلاحظي حتى بالسينما السورية غير التجارية يعني القبلة بالسينما السورية كانت نادرة باستثناء أفلام السبعينات اللي كان لها وضع خاص. نعم صحيح. إيه فبالتالي فما بالك بالدراما السورية بالدراما التلفزيونية. نعم. بالمقابل مثلا بتشوفي بالسينما المصرية إنه القبلة السينمائية كانت شيء يعني مفروغ منه من الأربعينات. فالفنانين الحقيقة ما اختاروا هذا الشيء. أنا ما عم دافع عنهم. نعم. ولكن هن ناس فاسدين لأنهم شو ما بيطلب منهم النظام مستعدين يساووا. مو لأنه عندهم رغبة بأنه يقدموا يعني بين قوسين ما يفهم منه أنه تنوير اجتماعي أو صورة أخرى لهذا. يعني هلأ بيقولوا النظام ساووا لي مسلسل يبرز سوريا المؤمنة وبشار الأسد الراعي الإسلام بيساوله. صح. نعم صحيح. عرفتي كيف؟ نعم. يعني هو القضية هي قضية إنه المفهوم السياسي المفهوم اللي أراده النظام من هاي المسلسلات هو إنه نحن علمانيين ومنفتحين وهدين متشددين بدهم يقتلوا الأقليات وجماعة شادور وحجابات وبرقع واللي هدول يشبهوا للي اعتدوا على شارلي إبيدو. هو كل الوقت بالدراما تبعه تبع النظام عم بيدس الجمل تبعاته نحن كلياتنا أولاد بلد واحد نحن ما دخلنا في ناس هن عم بيجوا على المخيمات وياخذوا الناس مثلوا يعني على الحاكم. تمام استاذ لديق الوقت بدي انتقل معك لمسلسل يعني مجتمعين عليه نوعا ما المواليين والمعارضين اللي هو غدا نلتقي والكل عم بيقولوا انه احداثه عم بتدور بسوريا وهذا هو حال النازحين السوريين معاناتهم هي معاناتهم يعني هو عم بيقدم حالة السوريين بشكل منصف بشكل محايد كمان. شو رأيك أستاذ؟ هلأ شوفي يعني ليكي بعد هذا الكم من القتل ما عاد في شيء اسمه محايد. نعم يعني تمام. أنا بفهم أنه أنا بكون محايد وقت بيكون في خلاف سياسي بين طرفين. تمام. أنه يا أخي أنا لاني مع هدول ولاني مع هدول بس وقت بيكون في طرف ارتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ومجازر بالكيماوي ومجازر بالكلور ودمرت نص سوريا بالطيران فهذا صار مو اسمه حياد. نعم. أنا وقت ما بقول للمجرم أنت مجرم معناته أنا ساكت عن الحق. نعم. تماما. هلأ وقت بيكون الخلاف فقط سياسي أوكي أنا لي حق أنا لاني شيوعي مثلا ولاني يميني متطرف أنا بدي وقف بالوسط حقك بس وقت بيكون في حدا ارتكب هذا الجرائم ما عاد في شيء اسمه محايد صار في شيء اسمه متواطئ أو مؤيد. طيب أستاذي أنت شو بتشوف هالمسلسل بالذات هل هو متواطئ أو مؤيد؟ شغلة. أنا أعتقد أنه أي مسلسل لا يجيب على السؤال الأساسي. نعم. اللي هو من دفع هؤلاء للنزوح. نعم. من هجرهم من بيوتهم من قصف. نعم. بيوتهم بشار أي لك. مسلسل لا يجيب على هذا السؤال فهو مسلسل متواطئ. نعم. وأنا بالنسبة نعم. لي حقه ليرة سوري بهي بعد ما صار الدولار ب300 ليرة لأنه معيب جدا أنا يعني أنت تخيلي أنه بعد 30 سنة أو 40 سنة يرجع شي واحد باحث ليشوف أنه شو شكل الإنتاج الفني اللي كان مواكب لهي الثورة. نعم. نعم. بعد ما يكون سقط النظام واللي مات واللي عاش ماذا سيقول عن هؤلاء؟ نعم نعم ماذا سيقول عن هؤلاء؟ سيقول عنهم أنه هذول شهود زور. نعم. ولكن في واحد مفتري ومزور وفي واحد متواطئ قال نصف الحقيقة. صحيح. أنت تقول نصف الحقيقة عندما يكون هناك
يعني في شيء مقبور بس هذا الكم من الجرائم والإجرام. ما في في حقيقة كاملة. وانت لسه ما أنك محدد الآتي، ما أنك محدد من اللي هجر 8 ملايين سوري خارج سوريا. صح. ما أنك محدد مين اللي دمر حمص واللي دمر الدور واللي دمر حلب واللي استخدم البراميل واللي استخدم السكود، مع أنه لحد هذه اللحظة الطيران هو حكر على النظام. أكيد. نعم. يعني لا يوجد جدل أو لبس بهذا الأمر. فبالتالي ما احترامي لجماعة غدا نلتقي وهو أفضل من غيره، ولكن وقت أنا بدي أرجع وثق لهي المرحلة أنتم بدكم تكونوا نصف شهود زور. صحيح. نعم. 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 صحيح. يعني بنهاية حديثنا لليوم بدنا نتشكرك كتير رئيس تحرير أورينت نت الكاتب محمد منصور، كل الشكر لك وجدا أشرفنا التحدث معك بموضوعنا لليوم. وفعلا نحن نتمنى أن الدراما السورية بالسنة الجاية تكون واقعية وتلامس الواقع وتعكس فعلا حال السوريين اللي مستنيين يعني الدراما لتعكس حالهم وتعمل على تغيير جذري. أنا بس بدي أقول لك كلمة أخيرة. فضل. الدراما السورية حفرت قبرة بإيدها. نعم. تعد محترمة اجتماعيا سواء سقط النظام أو استمر لسنوات. هؤلاء الفنانين سيلعنون، هؤلاء لم يعودوا يمثلوا. كانوا الحقيقة الفنانين بالنسبة لهذا نجوم ويحبون وهذا، هلا لم يعودوا محترمين على الإطلاق باستثناء قلة طبعا نوجه لهم التحية وهن الناس وقفوا مع الثورة دفعوا ثمن، ولكن دراما السورية لاحقا يعني هلا لولا التمويل الخليجي ما بتشوفي ولا مسلسل. صحيح. وانا اعتب جدا على هذا المال الخليجي مع معرفتنا لموقف الخليج من الثوره ومن النظام انه يتم تمويله من الباب الخلفي. يا رب يعني يا رب الدراما السوريه السنه الجايه بتكون حره. كل الشكر لحضرتك استاذ محمد منصور رئيس تحرير اورينت نت، كنت معنا بتي تايم شو. شكرا لك. مستمعينا بهيك نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج تي تايم اللي تناولنا فيه موضوع الدراما السورية وهل تعكس الواقع فعلا أم لا. ضيفنا لحلقتنا لليوم كان رئيس تحرير أورينت نت الكاتب والصحفي محمد منصور، سعدنا كتير بوجوده معنا لليوم، وفعلا حاولوا أنكم تنتقوا الشيء المفيد من الدراما اللي هي معروضة حاليا على التلفزيون. 27 مسلسل درامي سوري، يمكن في منهم مسلسل أو مسلسلين بس اللي بيصلحوا بأنه نحن نشوفهم، فخليكم حذرين وما تصدقوا كل هاي الأشياء لأنه هاي على كل مسلسلات النظام. يعني أكيد فيكم تسمعوا كل جديد دائما وأبدا على تردداتنا براديو أورينت على 94.6 بإدلب وحما وحمص، و95.8 في حلب وريفة، على 102 في الرقة وريفة، وعلى 94.2 في اللادئية، بدرعة وغالبية ريفة 99.2، وفي مدينة الريحانية التركية وأنطاكيا 95.8. تواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك أورينت راديو، ولا تسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني orient-radio.net. لا تواصل معنا عبر الواتساب والفايبر على 0092-7784-39983. مستمعينا الأقوى، راديو أورينت وبرنامج تي تايم بكرة حلقة جديدة من برنامجنا من التنتين للثلاثة بتوقيت دمشق، ما تنسوا أنكم تكونوا معنا على الموعد. كل الشكر لمستمعين الأقوى راديو أورينت وتي تايم شو، والشكر موصول لشوبرت النمري على الهندسة الإذاعية. شكرا فرح. شكرا لك حسني. مستمعينا صيام مقبول وإفطار هنيئ. يحيى الراديو.